هذا البعض يقول أن الآلية اتصلت بكل الأشخاص باستثناء المؤتمر الوطني والإسلاميين الآخرين موجودين في الحوار، والمؤتمر الشعبي الآن يعني صلى بيون ودلبات في رمضان ده. لا لا، هو هذا جزء من المشكلة، لكن كل القوى السياسية السودانية التي شاركت نظام الإنقاذ وشاركت المؤتمر الوطني في الحكم في السنوات الأخيرة، طبعا بشكل عام ما من قوة سياسية موجودة في السودان إلا وشاركت المؤتمر الوطني وشاركت الإنقاذ في الحكم، لكن المجموعة التي كانت موجودة في الحكم خلال الثلاث سنوات الأخيرة من عمر الإنقاذ كلها مقصاة، كلها مستثناة من الحوار. فأنت كيف أن تتحدث أنك تريد أن تحيط بكل القوى السياسية السودانية وتسمع رأيها، وهذه قوة موجودة في الساحة وعندها تشكيلاتها وعندها تحالفاتها وعندها، أنت استثنيتها من الحوار. لا يعني القضية ليست مؤتمر شعبي أو مؤتمر وطني، مع أنه من حق المؤتمر الشعبي ومن حق المؤتمر الوطني ومن حق غيره من الإسلاميين أن يكون لهم رأي وأن يسمع رأيهم، هذا يؤخذ به أم لا هذا موضوع آخر، لكن هي القصة ليست فقط يعني سماع آراء، لا بد أن تكون هناك أجندة محددة بموجبها يستمع إلى آراء القوى السياسية في هذه القضايا. إن لم نحسم القضايا التي يراد بحثها، لأنه نحن لسنا بصدد حل كل مشاكل السودان خلال الفترة الانتقالية، ولسنا أنا أقصد يعني كل القوى السياسية لا تستطيع أن تحل كل مشكلات السودان في الفترة الانتقالية، ولا تستطيع أن تعيد بناء السودان كله أو تؤسس لسودان جديد في خلال الفترة الانتقالية. هذه أوهام ينبغي أن نضعها جانبا وأن نصوب الجهد كله على قضايا محددة ينبغي أن تبحث وتحل خلال الفترة الانتقالية، ويصوب الجهد تجاه القضايا التي ستؤثر على مستقبل السودان، وبالتالي يؤخذ رأي كل القوى السياسية بها.